العلبة الحديدية هذه اللي هي عبارة عن زي جرايندر بيسموها. طبعا أوزنها وأضيفها على التهمة، لكن بما إنها موجودة في طبعا المطحنة هذه، طبعا يعني بتثبت أن هذه الأداة تستخدم لطحن الماريجوانا أو المخدرات، هذه تهمة لوحدها. اللي بيصير بيجيبوا مثلا المادة بضعوها هنا، أوكي، وبعدين بيسكروا عليها في الغطاء اللي تحتوي على أسنان، وبصير إنه بضعوها بهذا الشكل، فبيظل يلف 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 يطحن فيها، بعدين بيفتحها من ال بيفتح كل تقريبا نص العلبة مثل ما عملنا بالأول. فاللي بصير معه إنه بتطلع عنده هذا، بعدين بلفها وبدخنها. فطبعا أنا مش بعلم فيكم كيف، يعني لا سمح الله، كيف الواحد يعمل أشياء، بس هذه المادة هذه لرجال الأمن والشرطة، إنك مشان يعرفوا كيف بصير الأشياء هاي، كيف يعني بتصير بالميدان مع الناس، يعني كيف يعني منتبهين للأشياء هاي. طبعا الأكياس، طبعا الأكياس البلاستيك هذه بيستخدموها طبعا لوضع المخدرات بداخلها من جميع الأنواع. طيب، وبعدين في أيضا الملعقة هذه، طبعا هذه تشيكية للي بيحب المسدسات التشيكية، طبعا يعني يعني فموجود الملعقة هذه، طبعا تستخدموا فيها ما راح أقول لكم يعني شو اللي بصير فيها، بس بيستخدموها يعني في المخدرات الملعقة هذه. يعني الله يبعدنا، ويعني يعني كل البعد عن الأشياء هذه عن جد، يعني شيء بوجع الرأس. شو بصير معي جديد؟ نحصل على أشياء جديدة نخبركم إياها، زملائي في الأمن والشرطة بخبركم فيها. يعطيكم العافية، السلام عليكم.